اهلا بكم درس جديد من دروس اونلاين. انا احمد ابو زيد وان شاء الله هنشرح النهارده زمن الفيوتشر بيرفكت كونتينوس. ما تتخضش من الاسم، يعني في قاعده كده في الازمنه عامه، كل ما كان الاسم بتاع الزمن صعب كده وغريب وفي كلمات كتير، كل ما كان الزمن ده اسهل واستخداماته غالبا بتبقى حاجه واحده بس. يعني بخلاف البريزنت سيمبل مثلا، تلاقي شرحنا الدرس بتاعه في 18 دقيقه، ولكن الفيوتشر بيرفكت كونتينوس متهيألي هنخلص الفيديو ان شاء الله في اقل من 5 دقائق. فنتوكل على الله. احنا عايزين نعرف حاجتين بس عن الزمن ده، تكوينه ايه الزمن ده، تاني حاجه بنستخدمه امتى بس، وهنقول شويه امثله بسيطه كده. فتكوين الفيوتشر بيرفكت كونتينوس تنس هو will have been زائد الفيرب زائد ing، will have been زائد ving اللي هو الفيرب زائد ing. ولو حبينا نفسرها يعني الفيوتشر اللي هو will، perfect اللي هو have been، الكونتينوس اللي هو الفيرب زائد ing، تمام؟ will have been زائد الفيرب زائد ing، سهل انك تحفظها، يعني هي ثابته مع كل الضمائر، واللي بيتغير بس معاك اللي هو الفيرب وبتضيف له ing. طيب تاني حاجه بقى بنستخدمه امتى، واستخدامه ممكن يكون غريب شويه، بس بنستخدمه لما نتكلم عن حاجه هتبقى ماضي في المستقبل. خليك معايا هقول لك مثال. يعني مثلا انت عايز تقول انا الاسبوع الجاي هكون اشتغلت في الشركه دي سنتين. انا الاسبوع الجاي هكون اشتغلت في الشركه دي سنتين، يعني انت شغال في الشركه دي من سنتين الا اسبوع، فبتتكلم عن الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي ده اللي هو ايه؟ مستقبل، اللي هو فيوتشر. هتكون تميت سنتين في الشركه. طبعا عشان تتم سنتين في الشركه انت تكون لازم تكون مستمر، يعني انت شغال ومستمر في الشركه دي. فمن هنا فيوتشر اللي هو الاسبوع الجاي، بيرفكت هتكون تميت، continuous اللي هو استمرارك في الشركه دي، فانت هتكون تميت اسبوعين، كنت تميت سنتين في الشركه دي. هنقولها ازاي بالانجلش؟ هنقول next week I will have been working for this company for 2 years. next week اللي هو الفيوتشر، I will have been، will have been دول ثابتين، working اللي هو الverb work that ing for this company for 2 years. تمام، ده ببساطه كده استخدام الفيوتشر بيرفكت كونتينوس تنس. طيب هنقول جمله لذيذه شويه بتجمع زمانين وهنوضح يعني الفرق بين الاثنين. الجمله هي I have been working for this company since 2014. By 2020 I will have been working for the same company for 6 years. Again, I have been working for this company since 2014. By 2020 I will have been working for the same company for 6 years. ناخد الشق الاولاني، I have been working، ده present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر، حدث بدأ في الماضي ومستمر في الوقت الحاضر واحتمال انه يكمل في المستقبل. تمام، فهو بيقول انا شغال في الشركة دي من سنة 2014. تمام، سنة 2020 اللي هي by 2020 I will have been working for the same company for 6 years. بقول على سنة 2020 هكون اشتغلت في الشركة دي لمدة 6 سنين، من 2014 ل 2020 6 سنين. فهو بيقول I will have been working for the same company for 6 years. ويعني الحدث الأولاني يعني فهمك للأزمنة بيسهل عليك حاجات كتيرة جدا، وحاول قدر الإمكان تربط الزمن ده بجملة في دماغك بحيث أنت ما تنساه تفتكر الجملة فتفتكر الزمن بيعبر عن إيه. اوكي، هنقول كمان 3 امثله بسيط كده في السريع علشان ما انتقلش عليك. المثال الثالث معانا، احمد's English will be great when he returns home next month as he will have been living in the USA for 5 years. الجمله دي معناها بتقول ان احمد لما يرجع ان شاء الله الشهر الجاي الانجليزي بتاعه يبقى كويس جدا. ليه؟ لانه لما يجي الشهر الجاي هيكون تم معيشه في الولايات المتحده لمده 5 سنين، الراجل عايش في امريكا 5 سنين، فبالتالي الانجليزي بتاعه هيبقى كويس. ولكن انت بتتكلم ان هو هيجي على حدث في المستقبل الشهر الجاي، واخد بالك؟ فانت بتتكلم عن حدث في المستقبل هيكون تم في امريكا 5 سنين، وهيكون الانجليزي بتاعه اتحسن كمان. فمن هنا بيجي زمن الفيوتشر بيرفكت كونتينوس. المثال الرابع معانا، يعني الزمن مش محتاج شرح كتير قدر ما هو محتاج امثله توضح الشرح ده. We will have been waiting for 30 minutes when Ali arrives. We will have been waiting for 30 minutes when Ali arrives. معناته ايه الكلام ده؟ معناته ان احنا هنكون استنينا 30 دقيقه لما علي يوصل. يعني احنا كنا متفقين مع علي ان احنا هنتقابل الساعه 1:30، ورحنا المكان اللي هنتقابل فيه، بعدين علي اتصل بينا وقال لنا انا هاجي الساعه 2. فانت بتقول لما علي يجي هنكون تمينا انتظار لمده 30 دقيقه. لما علي يجي هنكون
مستقبل تمينا perfect انتظار continuous 30 دقيقة. فمثال جميل ومثال بسيط، وأتمنى أن المثال ده يعني تاخده كده هو ده الاسطمبة اللي معاك، ومن خلالها هتجيب قياسا جمل شبهه وتقدر تستخدم الزمن ده. ويعني هنت بسيط كده، الزمن ده مش بيستخدم كتير يعني، أنا بس بشرحه لأني جيت طلبات كتير عليه، أنا كنتش ناوي أن أنا أشرحه خالص يعني، بس هو زمن بسيط برضو يعني، ممكن تاخده للعلم بالشيء أن أنت تكون لميت الموضوع، خاصة كمان لو هتاخد اختبار توفل أو آيلتس فممكن يختبرك في الأزمنة بشكل مكثف شوية. آخر مثال معنا اللي هو المثال الخامس، By 8 p.m. I will have been working for 12 hours. By 8 p.m. I will have been working for 12 hours. يعني أنت رحت الشغل الساعة 8 الصبح، أنت بتتكلم دلوقتي مثلا على الساعة 3 عصر العصر يعني، فبتقول على الساعة 8 بالليل هكون تميت شغل 12 ساعة. فأنت بتتكلم عن حاجة هتيجي في المستقبل ولكن مرتبطة بحدث مستمر، واخد بالك، اللي هو شغلك. فبالتالي بتستخدم زمن الفيوتشر بيرفكت كونتينوس، باي 8 بي ام اي ويل هاف بين وركينج فور 12 اورز. كده يعني انا مش عايز اطول كتير على الزمن ده، الزمن ده بسيط ومش بيستخدم كتير عامه يعني، يعني هو بيستخدم بس في الحاله ديت. لو انت متلخبط انساه، لو انت متلخبط اعرفه بس كده وانساه لانك مش هتستخدمه كتير، ولكن من باب العلم بالشيء ومن باب ان انت تكون لميت الأزمنة كلها. احنا بقى لنا زمن واحد بس اللي هو الباست بيرفكت كونتينوس، وان شاء الله هنشرحه في الدروس الجايه. وملخص الموضوع، فيوتشر بيرفكت كونتينوس، فيوتشر ويل بيرفكت هاف بين كونتينوس، الفيربز اي ان جي، تكوين الفيوتشر بيرفكت كونتينوس ويل هاف بين زائد الفيربز اي ان جي، بنستخدمه امتى؟ لما نتكلم عن حدث، حاجه هتبقى ماضي في المستقبل او حاجه هتحصل في المستقبل وتبقى ماضي ساعتها. اوكي، تراي تو اندرستاند ذات. ف كده احنا خلصنا، وصلنا لاخر فقره معانا اللي هي الكوتس. كوت بتاع النهارده من واحد اسمه جورج اورويل. جورج اورويل هو كاتب يعني عبقري. الكتاب المشهور ليه او الروايه المشهوره ليه اللي هي 1984، يعني No words can describe the greatness of this novel. ف جورج اورويل بيقول happiness can exist only in acceptance، يعني بيقول ان السعاده بتكمن في القبول، يعني ده مرتبط بحد ما بقدر كبير جدا بالقناعة، مفهوم القناعة عندنا، القناعة كنز لا يفنى، وإن اللي سعيد فعلا هو اللي قانع باللي معاه. وده مش معناه انك تتكاسل وترضى بقليلك وترضى باللي انت فيه، لأ، شعور الرضا ده شعور داخلي يعني بتحس بيه، ولكن ده ما بينعكاش انك ترنو لانك تحسن او تبقى افضل، يعني ما تتجرش باللي انت فيه، ارضى بيه ولكن حاول تحسن، فعشان بس ما يحصلش تضارب في المفاهيم. فده كان درس النهارده، واتمنى ان تكون استفدت. لو عجبك الفيديو لايك، مش عمل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، وسيب لنا رايك في الفيديو في كومنت. السلام عليكم.